وقفت أول مرة قدام الكاميرا بعمر الأربع سنين لتشارك بدعاية، ومن بعدها عملت عدة دعايات خلوها تصير من أشهر العارضات بالمغرب وفرنسا. شارت بال 2004 لما شاركت ببرنامج ستار اكاديمي وعرفوها العالم بغنية جوسي مالاد. عملت حفلات بكل الشرق الاوسط بتونس، الكويت، الاردن، دبي ومصر، كما انها شاركت بكونسير لاستاراك فرانس بلبنان بال 2007. اطلقت اول البوم لها تحت عنوان كلمة حب، وعملت ديو مؤخرا مع جيرمين جاكسون يلي هو خيو للراحل مايكل جاكسون. الغنية كانت تحت عنوان ماي فيرست ماي لاست ماي ايفريثينج. شاركت بال انرجي ميوزك تور بال 2011، وحاليا سجلت غنية بارولي بارولي مع ألان دولون، وعم بتحضر لألبوم بالفرنساوي بيحتوي على أغنيات من كتابتها وألحانها. لنتعرف أكثر عليها بنستقبل صوفيا المريخ. صوفيا المريخ ولع على هالصوت، اهلا وسهلا فيك يا صوفيا، مساء الخير، تفضلي.
فظيعة كانت أغنية تهواك يلي هي جو سوين فام أموروز كمان على ميراي ماتيو بالنسخة الفرنسية و I am a woman in love, love. كمان بالنسخة الإنجليزية كمان صوفيا المريخ اليوم هيدي هي الغنية يلي غنيتيها وبالعربي باسم تهواك وقريبا كمان رح تغني غنية بارولي بارولي كمان بالنسخة العربية. ليه اليوم عم تتجه على هالنوع من الأغاني؟ هل إنه خامة صوتك مثل ما كتير الناس بيقولوا تشبه أكتر أو تلبق أكتر للأغاني الغربية من الأغاني الشرقية؟ هلا يعني أنا إجمالا يعني أنا بميل للأغاني الغربية أكتر من الأغاني الشرقية، بس هيدا ما بيمنع إنه بغني الاثنين. دايوغ بمرأة تهواك عم غني عربي بإحساس هيك مش كتير غربي، لأنه ما حطيت كتير عرب غربية يعني الجوست مليون نوعا ما. مزبوط يعني خسرت الطريق لنص صح، يعني بتشبهني، يعني أنا ب ب ب يعني بحكي فرنش بحكي انجلش وبحب الأغاني الغربي، بس نفس الوقت أنا عربية من يعني كل عربية أصلية وأصلية وبتحكي لبناني كتير منيح، بحكي لبناني ومصري ومغربي وبدي أعمل شي غنية تشبهني، فهيدا الغنية بتشبهني كتير يعني. واليوم هيدا السيل بتحس هيدا هو السيل صوفيا المريخ اللي ما حدا اليوم عم بيقدر يعمل مثله؟ إن شاء الله يعني أقدر وصله كيف ما أنا شايفته، بس ايه حابة كتير هيدا السيل، بس ما بيمنع إنه حلو التغيير مرات يعني. جيلا سرور رح بلش معك. أول شيء مش بس من أعزب الأصوات اللي بنسمعها وأحلى أصوات، ما شاء الله عليك بنت كتير حلوة من أجمل الموجودين على الساحة. أنا سؤالي لإلك صوفيا، شو الشيء اللي تمنيت اللي بتعرفيه اليوم تمنيتي كنت تعرفيه من بداية مشوارك كنجمة؟ تمنيت أعرف إنه صعب المشوار، الفن صعب، وانه ال اذا يعني انه بدك تعرفي شو بدك وتختاري هيك طريق ضلك رايحه عليه، ممنوع الغلط، اذا بتغلطي ممنوع الغلط، يعني كل شيء بتاثر حتى حياتك الشخصيه، حتى يعني دومين، هيدا الدومين ما فيك تفرقي بين حياتك الشخصيه وحياتك بالشغل، كل شيء مخلوط ببعضه، دونك بتعملي غلط هون بتأثر هون، بتعملي غلط هون بتأثر هون. رولا كادي صوفيا، انطلقتي من لبنان من ستار أكاديمي وكانت شهرتك من لبنان صح، لو كنت بغير بلد كان اجاكي هيدا الشانس او كنت صرتي يلي انت عليه هلا هون؟ ما بعرف، يعني اكيد كان شانسي كتير حلو انه بلشت باول فيرسيون من ستار أكاديمي بلبنان واخذت هيك صدى كتير حلو عند العالم. ما بعرف، بس انا كثير مبسوطه بتجربتي يعني اجمالا. صوفيا انت الحمد لله كنت عارضه كمان عارضه ازياء بباريس وبفرنسا بالمغرب وشوي بفرنسا وشوي بفرنسا. طيب ضمن هالعلاقات اللي عندك اياها بفرنسا وبتغني كمان بالاجنبي وبالفرنساوي كثير حلو، ما جربت تقدمي وقتها على ستار اكاديمي فرنسا؟ يعني انا اصلا يعني ستار اكاديمي لبنان انا ما عملت كاستينج اصلا، انا بالصدفه فتت على الكاستينج دونك انا ما كنت ابدا عم بجرب انه شارك بالكاستينج او صير فناني اصلا، يعني ما ابدا، يعني بالنسبه لاهلي كان اهم شيء هو العلم والدرس وان ذات ست. ومؤخرا وصلت لعند جيرمين جاكسون خيو للراحل مايكل جاكسون، كيف وصلت لعنده؟ هي كانت هو مايكل الاساس كان بتغني مع مايكل الله يرحمه توفى سبق الزمن، حتى كتب بوصيته انه اذا صار معي شيء خلي جيرمين يهتم. صارت الكونتاكت صار بواسطة شركة الإنتاج إيكيوس وورلد يلي هي بتنتج لي يعني أعمالي، ويلي عندها كمان كونترا مع جيرمين جاكسون أو شغل يعني، وما كان الحكي أبدا عن ديو، يعني كان بس تعارف إنه بس إنه هيك تعرفنا على بعض بدبي وسألني إنه شو عم بعمل هيك، لما قلت له بغني أكيد اجته الحشرية إنه يسمع صوتي،
دونك انتقلنا على استوديو بدبي حسين جسمي. دونك دايوغ بتشكر لحسين قبل انه يفتح لنا استوديو تبعه. مجرد تحية كتير كبيرة للفنان حسين جسمي. فتح لنا استوديو تبعه دونك بوقت مأخر وفتنا على استوديو وهيك بلشنا نغني يعني هيك ندندن اغاني غربي اغاني هيك يعني لجاكسون فايف وهيك وللوندما قررنا انه نفوت على استوديو ونعمل هيك شيء مع بعض. حلو كثير. راشد بحصلي اول شيء كدير لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. سؤالي غنيتي جو سوي تام اموروز بالعربي اهواك الخلطه تبع اللغه الفصحى مع الاجنبي كيف ما يعني ما خفتي تاخذي هالمبادره انه تفوتي بهيك خلطه وتطلع كثير صعبه؟ يعني هي الفكره اجت من لو فات ك امراه ان فام اموروز او وومن ان لوف ما قدرنا نترجمها يعني ما قدرنا نترجمها للبناني لانه بتطلع مره يعني بتطلع مره بتطلع بعض اصعب بتحبك او للمصري كمان تطلع ست للمغربي للخليجي يعني ما زبطت معنا كل اللغات. لأنه مغرومة. لأنه الفصحى بس تركزت على البعض مثل كاظم الساهر ومثل. صح بس لهالغنية يعني لقينا حالنا كلنا عم نرجع للفصحى لأنه طلعت الفصحى سلسة أكتر للمغنى تبع هالغنية. بارولي بارولي مع ألان دولون بالنسخة العربية شو رح يكون اسمها؟ لا هي رح تتغنى بالفرنش أوكي. بس التوزيع رح يكون هيك شرقي شوي. من الاخر نايلة لحود انا كثير حبيت الانتربريتاسيون لاغاني اجنبيه بالعربي بحسها قريبه كمان اكثر علي انه اروق. برافو ميرسي بوكو حبيب غبري. جيلي اسرور اي متى حنشوف صوفيا احلى برايت؟ السنه الجايه ان شاء الله. حلو كثير. ايه سنة جديدة؟ رحت عليك قررت هيك خلص ما بتغيري قد ما تحكي بارولي بارولي ضل احكي له محمود كرما بيستاهل على كل حال. لا اكيد بيستاهل اكيد نحن بدنا نوجه له تحية بدنا نسقف له كمان. رولا منصور طب حبيت كثير الفيوجن ولبق لها لصوفيا. راشد بحصلي يعني جوليا خربت الدنيا بهالسؤال عورت كثير شغلات انا بقول لك هيك انت متجوز راشد انا شو خص لك هذا صوفيا جود لك بكل شيء بتعملي. ميرسي بوكو ونحن كمان بدنا نقول لك صوفيا عن جد جود لك. انبسطنا كثير اول حلقه بال 2012 بدأناها معك لانه صوتك دائما بيعطي الفرحه وصوتك دائما بيعطي رساله حلوه لكل الجيل الجديد وكل الجيل الصاعد وقدرتي تدمجي او تعملي جسر بيعبر ما بين الشرق والغرب بنفس الوقت وهذا الشيء مبين بكل اغانيك. صوفيا مريح بتمنى لك كل النجاح بكل عمل عم بتقومي فيه ان كان على الساحه المحليه او الساحه العالميه بفرنسا وامريكا بنفس الوقت. صوفيا مريح شكرا كثير لوجودك معنا ليلى. شكرا.